والله انا حاسس ان الحكومه هتغب علينا واسماعيل اللي بره ده نايم على وداني، مش فاهم جه ايه بنضاراته دي. والله اتغيرت كتير يا درش، بقيت تحلف وتجيب سيره ربنا على لسانك اهو. مفيش حاجه بتفضل على حالها يا عك، وزي ما انت شايف كده اللي انت كنت مخبيهم زمان دلوقتي هما اللي مخبينك. الدنيا دوار. عندك حق، الدنيا دواره، وزي ما جابتك فوق ممكن تجيبك تحت، وزي ما حوجتني ليكم النهارده ممكن تحوشكم ليا بكره. واسماعيل اللي مش عاجبك ده فكار الجهاد من زمان، ولولا ان شفيت دماغه ودمه الحامي كان زمانه بيجي ولا البغدادي في زمانه. بس هو اللي فجري، اسماعيل ده يتخاف منه ما يتخافش عليه. تخاف منه؟ عيب عليك يا عاكف، ده انا بقول عليك ذكي وبتفهم في الناس. تخويف ايه؟ انا ما بخافش من حاجه، انا عملت كل حاجه تخوف وما خفتش. وسبت ده كله ليه ومشيت في سكه الجهاديين يا درش؟ ما تكمل حديثك. اديك قلتها اهو، يعني اللي بيطلع في دماغي بعمله. خليك انت بس في مصيبتك وفكك مني. عندك حق يا مصطفى، بس خليك فاكر دي لاول ولا اخر مصيبه اقع فيها واقوم منها زي الوحش. ياما دقت على راس طبول، انا برضك عاكف الجبلاوي. اه بس المره دي الوضع غير كل مره، ونصيحه من اخوك الصغير، اسمع كلام ابو حمزه وخليك قاعد معانا. صدقني ده احسن لنا واحسن لك. انا مش بسخنك، بس هو سليم الانصاري حط عليك، يعني انت مالكش مكان غير معانا، سواء عشان تاكل عيش او تحط عليه زي ما لما واخذه حط عليك.